قفل الموبايل تجيب الفلوس؟ انا ببركه الحسين اشتغل ها؟ والله بعد عين الحسين لا, لا. عن يعني أحشيلك. انا مو من اجيب فلوس انا استخدم استخدام امثل للمال اعيد مره ثانيه صار تاكيد عليه في موازنه 19 منطون ولا دينار وزاره الماليه اعتذروا بسبب معين الان احنا دا نحاول في قانون الموازنه شنو اعتذروا لسبب معين؟ هو استحقاق لو مو استحقاق استحقاق وبالموازنه وقر قانون لا شنو يعني بعهد يا دوله يا حكومه بال21 ويا دوله الكاظم بالواحد 21 وزاره كان, كان علي علاوي وزاره الماليه لا بس فهميها شنو اعتذروا ما صرفوا ها ما صرفوش قالوا ايرادات ماكو كذا من هذا القبيل هو انا اريد اسال من خلالك إيه. اخوان هاي الاموال وين تظهر بالموازنه يمن انا هذا السؤال من زمان اريد اسئله أي يمن أي يا سيدي طيف فاحنا الصراحه نطالب مره ثانيه هسه ان شاء الله بهذا القانون الموازنه باذن الله تعالى يعني بالبرلمان ممكن انه مره ثانيه نعيد مره اخرى التاكيد على موضوع الزائر دول هو استحقاق الكربلاء انت تاخذ فيزا من كل الزوار اللي يجون يا الجهه المعنيه باخذ الفيزا زين مو انت ما تقدم خدمات اي جهه اخرى للزائر على المحافظه كربلاء يعني كربلاء هو اللي يجون كربلاء الزوار اغلب الزوار اللي يجون اكثر من 98% من الزوار العراقي يجون الكربلاء يجون بالتالي زين احنا مو استحقاقنا هذا انت ما معني لا فتح شارع للزائر لا معني بنصب معمل الثلج او مي بارد للزائر لا معني بدأ شبكه ميز. لا معني بدعم جهاز مي للزائر انت على هالسالفه فلوسك مالت الموازنه ثلج ما تكفي غير اذا اريد يعني اذا تريد تحسبها حسابات المعينه اي اذا انا اسوي هسه الان انا بخطتي انا ابني أبن انا انا أبن ثمان معامل ثلج كبيره لازم اضافه للموبايل انت من اللي تجيب الفلوس؟ انا ببركه الحسين اشتغل ها والله بعد عين الحسين أي. لا, لا أحس يعني يعني. لك انا مو من اجيب فلوس، انا استخدم استخدام امثل للمال، نعم احتاج بعد يعني احتاج بعد للتطوير بس انا ما عندي ضياعات بالمال دولة الرئيس تعالي أنا بس بالليل جاي الرئيس جا. آه؟ جاي جاي دا. دا. لا شلون جولتنا انا وياك وطبينا المطعم وقعدنا أي ولو ابو مصطفى الناس تحبه شايفها هو أو لا هو الناس تحبه لا وما أجل. زالت اجا وسوى جولة ما زالت تحبه ابو مصطفى داعت مصطفى المحافظات اللي اهلها شابعين ضيم حطهم بكوستر واصعد ياهم وديهم لهاي المحافظات الان ازورهم. ومن يمك من يمك لانه بعد ما ترهم مجاملات دولة الرئيس. لو الجامعة والشمرة ولا تفتح للباب بالدفرة. لانه بعد ما ترهم. ليش هذا ناجح؟ ليش هذا فاشل؟ مو؟ وانت تسمع. بعد ماكو حطهم بكوستر وافتربيهم. هسا قضي نادل اللول يا الولد يا ابني. ما قلنا اكو فرصه كبيره للنجاح اكو فرصة للنجاح انا متيقن انه إن 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 هذا الرجل هذا الرجل يريد ينجح لكن تعرف انت ياخذ من جرفه اذا يدري يدري السماوه ما بيها والناصريه ما بيها والديوانيه ما بيها والترابه صار لهنا ليش باقي محافظ ليش تشتغل حتى يقول لك سياده المحافظ والتشارع ما عندك بل انت على تاريخك أن يكون الامر بهذا الشكل والله نتمنى كل محافظات نكون بخير ان شاء الله باذن الله تعالى خليني أ...